نرجع لموضوعنا مرة تانية اللي أنا نفسي أتكلم فيه، شي إن. طيب شي إن أبليكيشن، مفيش بنت في مصر ما عندهاش الأبليكيشن ده. الأبليكيشن موجود على الموبايلات، ومش مصر بس، مصر بس إيه، لا ده العالم كله، كل البنات في العالم بيشتروا من شي إن لبس. يعني منصة وأبليكيشن طار طار، الناس كلها بتشتري منه، كل يعني اي حد يقول ده شيء، ده شيء، كل الناس بتشتري منه. تمام. اكتشفوا، ودي بقى دراسات حقيقيه وموثقه والدنيا مقلوبه دلوقتي، اكتشفوا انه في بعض من اللبس عنده، مش البعض لا الكتير، عندك بقى حزمه، عندك شنط، عندك اكسسوارات، عندك لبس فيها مواد مسرطنه، مواد مسرطنة. والموضوع عامل قلبان بره، لانه عدد الناس اللي بتشتري من شي ان غير منطقي. احنا بنتكلم في انه في معاملات ليه وصلت ل 36 مليون عملية تنزيل بس السنة اللي فاتت. كم ناس بتشتري من شي ان ده؟ لا مش بس كده، انتوا عندكم السيدات والبنات اللي بتجيب منه وتبيع بقى للبنات على السوشيال ميديا، عاملين صفحات على الفيسبوك وبيبيعوا منتجات شي ان، هما بيجيبوها وبيبيعوها بيكسبوا فيها. ده كتير ما تعدوش. يعني حتى انت ممكن تخشي على صفحه واحده منزله مايوهات لذيذه، منزله كاشات لذيذه، منزله باديهات ظريفه، فبتشتري منها، وانت حتى ممكن ما تبقيش عارفين، ما تبقيش عارفه ان الماركه شي ان. كارثه كارثة. ده كمان لقوا ان لبس الاطفال فيه اللي بيتباع على شي ان، حتى لبس الاطفال فيه مواد مسرطنة، حتى الحاجات الكوزماتكس. يعني بيقولك فيه مادة اللي هي خاصة اللي مش عارفة بتتعامل مع البلاستيك او بتسيح البلاستيك، المادة دي المفروض ليها بتستخدمها بمعيار معين، هم استخدموها بقى ب 400% اكتر. خلوا بالكم، لا بجد ده قضية كبيرة، قضية قلب الدنيا برة، كل الناس بتتكلم عنها، لأن احنا بنتكلم على ماركة اجتاحت العالم كله، كله كله بيشتري من شي ان، كل البنات بتشتري من شي ان، مايوهات، بضيهات، فساتين، حزمة، اكسسوار، كوزماتيكس، ميك اب، كل حاجة. فلا الوضع خطير والوضع مش هين، والناس كلها بتتكلم عن الموضوع ده بره. موضوع مهم جدا يا جماعه، ارجوكم خلي بالكم، حتى لو هتشتري من على صفحه على الفيسبوك او على الانستجرام، يعني ارجوكي خلي بالك ان ده مش شي ان. طيب انا دلوقتي معايا على الهاتف الدكتور حسين خالد، عميد المعهد القومي للاورام الاسبق. يا دكتور حسين مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. طيب ماركة شهيرة يا فندم داخلة بيوتنا كلنا اسمها شي ان، كل البنات بتشتري منها، طلع تقارير موثقة، ودلوقتي في قضية مفتوحة انه فيها مواد مسرطنة اللي في اللبس وفي الحزمة وفي الاكسسوار والكوزماتكس والكلام ده كله. فتعليق حضرتك ايه يا فندم؟ هو طبعا الامور اللي زي كده لازم تتاخد بحرص شوية. ايوه. في يعني موضوع حاجة عامة هقولها لسيادتك الأول، وبعدين نطبق هذا الكلام على الموضوع اللي هو معروض ده. أول حاجة إنه يعني اللي أنا فهمته إنه يعني طبعا أي مواد، ممكن مثلا ملابس أو ممكن مسحوقات تجميل أو ممكن سوائل أو أي حاجة، ممكن إن هي لو فيها بعض المواد الكيماوية الضارة ممكن باستخدامها لسنين طويلة وعلى يعني بصورة مستديمة ممكن طبعا الجسم يمتص بعضها ويؤدي إلى بعض أنواع الأورام، دي كقاعدة عامة يعني. أيوه. لكن الحقيقة دايما احنا عندنا قاعدة أثناء ممارستنا بتقول إيه؟ بتقول إن لو بلد المنشأ، بلد المنشأ اللي هي البلد اللي أنتجت المادة دي أجازت استخدامها لمواطنيها، بيبقى يعني صعب جدا إن الشركة دي
تأذي المواطنين بتوعها. أيوة. فبالتالي طالما إن الهيئات المسؤولة في بلد أو دولة المنشأ بتاع أي منتج أجازة استخدامها، غالبا بيبقى الموضوع إن المواد دي تبقى سليمة. ده نمرة 2. نمرة بقى 3، لما نيجي نطبق هذا الكلام على الموضوع المحل العادي، أنا اللي أنا فهمته من الخبر اللي منشور في مجلة الديلي ميل إن هي بتقول إنه كوريا الجنوبية هم اللي اكتشفوا هذا الكلام، وسيادتك عارفة إن ممكن تكون هناك حرب يعني اقتصادية وخلافات سياسية بين الدول وبين بعض وبين الشركات وبين بعض، فبالتالي لازم. بس في دكاتره طلعت اتكلمت وقالت ان الماده اللي المفروض يستخدموها ليها نسب معينه، نسب مستخدمينها باكتر بكتير. بص سيادتك، هي الشركه مملوكه للصين ومقرها سنغافوره. هي الفكره مش كده، الفكره انه لو هي بتستخدم في سنغافوره وفي الصين يبقى لا يمكن تكون المواد اللي فيها دي ضرر. بس هي دي ده مش دي النقطه المهمه اللي انا عايز اقولها لحضرتك. النقطه بقى المهمه ان في هيئات دوليه بتوافق او بترفض استخدام هذه المنتجات. في مثلا اللي هو حمايه المستهلك، وفي الاف دي اي، وفي الايميا اللي موجوده في الدول الاوروبيه. الجهات دي لو هي اجازت اي حاجه من هذه الامور احنا عاده بنستخدمها. فهو بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه يا دكتور بخصوص النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها. يعني انا ممكن اجيب منتج من امريكا مثلا وبيتصدر لمصر هنا مثلا، لو جبت نفس المنتج ده من مصر ممكن الاقيه مختلف، نفسه هو بس الاقيه مختلف. لا ده يبقى غش تجاري بقى. يعني قصدي اقول لك، ما هو يعني هي الفكره لو دي شركه مشهوره ومنتجاتها معروفه. والله بتبقى شركات مشهوره يا دكتور. يعني انا الواحد بقى حاسس انه ايه، ان برضو في بيبقى، ما هي الحرب مش كلها حرب بالاسلحه يا دكتور. اهو بالظبط كده. بالظبط. يعني الحرب دلوقتي بقى ليها طرق تانية. لو بيحاربوك بمليون طريقه تانية مش شرط بالسلاح، بيحاربوك بالمرض وبالاوبئه وبالمجاعات. بس في دول يعني ممكن تعمل كده، وفي دول ممكن ما تعملش كده، وفي هم نفسهم بينهم وبين بعض في حروب. وسيادتك عارفه ازاي ان هم يعني مثلا، يعني انا عايز اقول لحضرتك مثال، بعض ادويه علاج الاورام اللي منتجه في اوروبا امريكا ما تحبش تستخدمها لان عندها منتجات مماثلة، وبعض أدوية الأورام اللي موجودة في أمريكا أوروبا ما تحبش تستخدمها، رغم أن هم يعني أصدقاء وحلفاء. لكن هي الفكرة كلها هو مش بس حروب كده، هي حروب كمان تجارية واقتصادية طبعا. يعني أيوة. طب احنا نتأكد إزاي يا دكتور؟ نتأكد إزاي؟ يعني الجهات المسؤولة في الدولة. الجهات المسؤولة في الدولة، يعني احنا عندنا جهاز حماية المستهلك، وعندنا معامل الكيماويات اللي موجودة في كل حتة في مصر. ممكن جدا انه يعني حضراتكم تراسلوا الجهات المسؤولة دي، وهي هتتولى طبعا التعامل مع هذا الموضوع وتوثقه اذا كان متوافق عليه من هيئة دولية او بيستخدم في بلد المنشأ او هيبقى الكلام ده ممكن يكون مش دقيق. لكن لو ما لقيوش حاجة من دي واكتشفوا فعلا ان فيها مواد كده، بس اعتقد انه حصل اختبارات في كذا مكان تاني ولقوا انه فيها، عشان كده الموضوع حصل فيه ضجة كبيرة. حضرتك استقيت معلوماتك من الصحف صح؟ اكيد. طيب ما هي الصحف لا معلش، الحاجات اللي زي كده ما تستقاش من وسائل التواصل الاجتماعي. لا 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 وسائل التواصل الاجتماعي لا لا، الدكاتره طلعوا اتكلموا وتقارير اتنشرت وتقارير طبيه. يعني برضو انا افضل ان احنا نتوخى الحذر ونختبر. طبعا ونختبر هذا الكلام عشان بس ما نبقاش ايه ظلمنا حد يعني، ولو طلعت ضارة خلاص كلنا هنبقى ضدها يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. بشكرك جدا دكتور حسين خالد عميد المعهد القومي للأورام الأسبق. احنا بنستقي معلوماتنا من الصحف، من التقارير الطبية اللي اتنشرت، من البرامج اللي طلعت اتكلمت، من الدكاترة اللي طلعوا اتكلموا في العديد من البرامج بتقارير طبية. فالموضوع لازم ان احنا نخلي بالنا، الموضوع مش هزار. وبعدين الحرب دلوقتي ما بقتش حرب بالأسلحة بس، لا، بقوا بيحاربوك بمليون طريقة، بيحاربوك بمليون طريقة، بيحاربوك بالأوبئة وبالأمراض، بيحاربوك بالمجاعات، بيحاربوك بالتعليم، بيحاربوك بده باللي بنشروه على ده. فخلي بالكم أرجوكم لحد ما نتأكد على الأقل. طيب.